هحكي لكم الحكايه من اولها، وحكايه كل بنت فينا. دي اماني، بنت سعوديه اتجوزت ولد من الصعيد من ورا اهلها وهربت معاه على مصر. بعد شويه احنا في الشارع. ليه انت بقيتي مرق رسمي يعني حلالي؟ وبعدين احنا صحيح ما عملناش فرح، بس معلش هنتصور كمان اهو زي العرسان على الكوبري. وعشان يبني لها قصر عالي اضطر الجدع يسافر دولة عربية، ولما عرف ان بانسيون شيشة للستات بس سابها في شهور حملها الاولى، لكن اخوها ما سابهاش، فضل يدور عليها هو ورجالته. دي بقى سمسم، بنت فقيرة ويتيمة جت من الأرياف على مصر واشتغلت في مكتب ترجمة، وهتتجوز وبتحضر كمان لفرحها واللي جابتها البنسيون ولاء، وهي كمان اللي شغلتها معاه. ولاء دي بقى البنت المصرية الشامية الجدعة، فتى قطر الجواز لكن لسه بتحلم براجل، راجل يحبها. أما دي بقى حكايتها حكاية، دي بيرو كومبارس وبتموت في السينما، وعشان نفسها تبقى نجمة ركبت كل صورها مع كل نجوم الفن، وبتدور على أي حد يديها فرصة. النهارده مخصوص عشان اديلك طول عمرك. طيب فين السيناريو؟ هديهولك. اصل انا بصراحه قلقانه شويه من الوضع اللي احنا فيه ده. ليه بقى؟ لان لو حد دخل علينا من بره هيقول ايه؟ هيقول الاستاذ بيريح شويه؟ سيبك من كلام الناس يا بيرو، بقى طريق النجوميه معروف يا ماما. طيب ما تديني السيناريو بقى. تعرف انا هخليكي تعملي دور مين؟ ايه؟ دور مرات البطل. مفيش حد عمل الدور ده الا وبقى نجم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرة قوي 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 بقى. لا بص انا هروح بقى اقرا واذاكر وكده وارجع لك بقى نتكلم. طب استني هنتكلم. طب لا لا اذاكر بس، اذاكر بس يا استاذ اذاكر. يا بنت الايه، معلش كلهم بيعملوا كده في الاول وبيجوا. كوكي دي أكتر واحدة شافت الويل في حياتها، سابت بيت أهلها من كتر الفقر والجهل واشتغلت في حمام مغربي. ايه كل الرجاله الورق دول؟ فين زمن الرجاله الحقيقيين؟ الله يرحم الرجاله الجدعان. دي بقى اخت امي الصغيره، خالتي صفيه، كانت راقصه مشهوره قوي والكل كان بيحلف براسها. حبت زمان راجل وحبها وعاشت معاه ايام حلوه، علشان كده لما مات بطلت رقص وقلبت شقتها بانسيون حريمي وسمته بانسيون شيشة.
الو صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التوار. قولي لها صافي. وانا بقى ليل كنت بنت بسيطه جدا وحياتي كمان كانت بسيطه جدا. ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضه في العصر العيني، عارفه اني جميله وان الرجاله كلها معجبه بيا، لكن انا كنت بدور على حاجه تانية، كنت بدور على الحب. الو عايز صفاي كده برضو يا ليل؟ اربع ايام ما تسأليش عليا، تعالي بس وانا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورق. يا لهوي يا صفية، الاكل تقيل قوي ده. ماشي. طب اقولك ايه، انا نفسي في حاجه كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان. ما هي خربانه خربانه. يا ليل ورق الافراج بتاعك وصل، مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح، مبروك. الحمد لله الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبيبتي. الفرج الحمد لله، شكرا. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مش قلت لك الفرح جاي؟ هو مين اللي خد افراح؟ دي البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم تلاتة دي غلبانة وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودة دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى أعمل اللي أنت